هذا لازم يكون في ذهننا أنه يوم من الأيام إذا وصلنا إلى مقام، إذا وصلنا إلى منصب، إذا صارت عندنا ثروة، إذا الإنسان صار نائب أو وزير أو ما أشبه ذلك، أن لا ينقطع عن هذه المساجد والمجالس بحجة أنه مقامي فوق هذه الأمور. الإنسان إذا هالشكل فكر شوية شوية يبتعد عن الإيمان والأخلاق، الرذائل الأخلاقية من الكبر والحسد والغرور وسوء الخلق شوية شوية تنمو في داخله وفي نفسه.